تحياتنا شباب، تحياتنا لكل متابعينا، وهذا فيديو يخص حالة الإسهال الأبيض، أو اللي هو من الأصدقاء يشتبهون هذا إسهال أبيض. هذني مخاليفنا مثل ما جاي تلاحظون، أنا قلت لكم جاي وحش بالطيور هسه، حتى مرات أخوفنا بوصلة سوداء. مثل ما تعرفون البلبل الوحشي دائما يكون أقوى من الأليف، مناعته أقوى، صوته أقوى، أذكى بكل الشغلات، إنه البلبل الوحشي أحسن من الأليف. فأنا هذني لأنه أليفات بديت أوحش بهن، أوكحن، أخليهن يخافن، أضربهن البوصلة سوداء، يعني أضرب القفص حتى يتخوفن. المهم سهلنا زين بدني يتخوفن من عندي، وعازلهن دائما بعيد عن البشر. فالحمد لله وشكر توحشن عندي كل زين، احنا هذا مطلوب. حتى بلبل يكون بلبل قوي ذكي يستلم تخريج صحيح. المهم نرجع لموضوعنا وهو الإسهال. وهو من الشباب من يشوف ضروق ابيض راسا قال هذا اسهال نيوكاسل، هذا اسهال خطير، او يسال شنو هذا الى اخره. خل اشوفكم نموذج. مثل ما جاي تلاحظون هاي النقطه، نقرب الكاميرا، هاي هذا الضرق الابيض النقطه، وهاي البصفه جديده، هاي بعدها، هاي اللي على اليمين. أصدقائي وعزائي، عندكم هواي تصير مثل هاي الحالات، هذا مو إسهال خطر، هذا ضروق طبيعي، هذا إلى سببين. السبب الأول حرارة المكان، طير مرات من يصير المكان حار مالته يصير ضروقه هيك بهاي الطريقة أبيض فقط نقطة. ومرات بسبب التغذية، تغذيتك أنت إذا كان بلت، والبلت هسه للأسف أغلبه بالسوق بلت تالف قديم، أو نسبة الثوم بيه كلش عالية فيكون حار، يطلع هيك الضروق هذا ابيض مثل ما شوفتكم. هذا طبعا ما بي اي خطوره، ضروق طبيعي، مجرد ان تغير مكانه للطير اذا مكانه كلش حار، يعني خليه مكان طبيعي بس بهم بعيد عن المبرده، بس مكان طبيعي يعني مثلا بالطابق الثاني، او تقطع عنه البلت مكان البلت تقدر تعطيه فواكه، راح يرجع ضروقه طبيعي مثل ما جاي تلاحظون. هسه هاي ضروق هنا احنا كلهن طبيعي، بس هذا مال الصبح لانه شويه المكان يكون حار بالليل، دائما البوخه مال البيت تصعد لي فوق فيكون حار، يصير هيك شيء الضروق. المهم ماكو اي مشكله، طبيعي هذا الضرق، لا تخافون من عنده، شغلته جدا طبيعيه وماكو اي اشكال به. شوفوا خلينا نوضحها لكم بعد اكثر، هذا عندنا وهذا، هذا بس الصبح يصير. تحياتنا لكم.